توقيع اتفاقيتين، الأولى منذ عدة أيام مع منظمة اليونيسيف ب 33 مليون دولار، واليوم مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ 33.7 مليون دولار، بإجمالي 66.7 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا. هذه الاتفاقية سواء كانت مع منظمة الصحة العالمية اليوم أو منظمة اليونيسيف تقوم على عدة مرتكزات، الأول الإصحاح البيئي، كذلك المساعدة في تصحيح وضع المياه في اليمن، كذلك الترصد الوبائي، علاج الحالات المرضية، كذلك التشخيص الدقيق، ووضع برامج متكاملة لمكافحة هذا الوباء والتخلص منه.